هوهو علينا، رجعت حليمة لعادتها القديمة. مين هي حليمة؟ وشو عادتها القديمة؟ وشو أصل القصة كلياتها؟ طبعاً العرب بيضلوا مختلفين، ومثل ما اختلفوا على كتير قصص اختلفوا على أصل حليمة وقصتها. القصة الأولى بتقول إنه في ست اسمها حليمة، هي زوجة شاعر عربي كتير معروف يلي هو حاتم الطائي. حليمة كانت كتير بخيلة، وقت كانت تعمل الأكلات تبعها كانت كتير بتقنن بالمكونات، يعني سمنة تحط قطرة، سكر تحط قطرة، يعني كانت كتير معوفة أهل بيتها بالبخل تبعها. طبعا حاتم الطائي معروف عنه إنه هو زلمة كتير كريم وسخي، وما هان عليه بنوب إنه مرته تكون بخيلة. لهيك إجا حاتم لعنده وقال له: يا مرتي يا عيوني يا حبيبتي، أهل زمان كانوا يقولوا إذا المرأة زودت السمن بالطنجرة حليت زيادة وطال عمرها. وين حليمة ابتسمت وضحكت وصار بدها تحلى زيادة، وقررت إنه من يوم ورايح أنا رح زيد مكونات الطبخة وخاصة السمنة. وهيك يوم عن يوم صار أكل حليمة كتير طيب وبشهي يعني، واخدت ايدها انه بتصير انسانه كريمه وسخيه مثل زوجها. وبعد مده من الزمن ربنا اخذ امانه ابنها يلي كتير بتحبه وكانت متعلقه فيه. بما انه هي صارت تزود السمنه على الطنجره وصار عمرها زياده، فقررت ترجع تقلل السمن من الطنجره، وبالتالي بينقص عمرها وبتموت. ومن وقتها قالوا الناس رجعت حليمه لعادتها القديمه. أما القصة الثانية بتقول إنه كان في مرة اسمها حليمة، كانت هي حليمة فقيرة كتير ومعترة، وبيوم من الأيام ابتسم الحظ لحليمة وصارت غنية فجأة، وقررت حليمة تغير حياتها من الفقر والتعتير للغنى، وسكنت بقصور وقلاع واشترت ذهب كتير، يعني عملت مثل ما بيعملوا حديثين نعمة هلأ، أول ما يصير معهم مصاري بيركبوا طقم اسنان ويشيلوا ايفون. بس حليمة صاحبتنا كانت دقة قديمة كتير، مع انه سكنت بقصر منيح ومرتب وجابت خدم وحشم، بس انه عاداتها كانت عادات فقر كتير وتعتير. برغم انه هي صارت غنية الا انه العادات هي نفسها ما غيرتها. صاروا الناس بيقولوا لها رجعت حليمة لعادتها القديمة.